مجلس الشورى في مستهل جلسته الأسبوعية الصحافة المحلية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم 3 مايو، وأعرب المجلس عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد معالم وركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته 20 في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي 3 برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الماضية تم أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسة الماضية لتحال بذلك إلى الحكومة الموقرة. ناقش بعدها أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2008. وبناء على ذلك تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. وفي سياق متصل تم التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة 2008 على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. انتقل بعدها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي 7 لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004 المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2010. وقد أبدى أعضاء المجلس تأييدهم لتوصية اللجنة ليتم التصويت بالموافقة على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. وعلى صعيد مناقشات المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المرافق للمرسوم الملكي رقم 6 لسنة 2011 تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون عملا بتوصية اللجنة في هذا الشأن. ثم ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على مشروع القانون، وتمت الموافقة على رأي اللجنة على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. ليواصل بعدها المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة ألف من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي جاء قرار اللجنة بشأنه بالتمسك بقرار المجلس السابق والقضي بعدم الموافقة على المشروع. وبعد الاستماع إلى الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظات سعادة السيد جميل حميدان وزير العمل، تم التصويت بعدم الموافقة على قرار اللجنة القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة، في حين تم التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2008. وقد قرر المجلس تأجيل النظر في باقي بنود جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة والمتضمنة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل
ومذكرة رأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو الرفض على المراسيم بقوانين. وعلى بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، حيث وافق المجلس على إدراج المضبطة للتصديق عليها في بداية الجلسة المقبلة.